يقول: أنا شاب فرنسي من أصل جزائري، عندي عقد عمل في الكويت ينتهي هذا الشهر، وأود أن أعمل وأعيش في الكويت وأهاجر من فرنسا، وهناك رجل يأخذ مبلغ 700 دينار ليستخرج لي إقامة، فهل هذا يجوز؟ طبعا هذا المال سحت، الذي يأخذه هذا الرجل سحت، حرام، لا يجوز. يعني الذي يأخذ 700 دينار هذا أكل أموال الناس بالباطل. وإذا كان هذا الرجل فرنسي، يعني لا يريد أن يرجع إلى فرنسا، ولا شك أن فرنسا دار كفر، ويريد أن يبقى في الكويت، ولا شك أن الكويت دار إسلام، ويريد أن يبقى هنا ولا يجد إلا هذا الطريق، فيجوز له أن يدفع هنا، يعني هذه ضرورة بالنسبة له لكي يترك دار الكفر إلى دار الإسلام. ولكن أنا أقول خلي أشوفه عقب، يمكن ندبر له يعني أحد نعرفه ولا شيء يشوف له شغل، يعني بدون 700 دينار شوف أحد منكم يمكن يأخذ 200 دينار شوية أرخص شوي. ولا ما تأخذون علي تأخذ ها؟ سحت ما نأخذ عيل. آمين آمين آمين. ما يأثم مثل الرشوة، مثل الرشوة أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يحصل حقه إلا أن يدفع، يقول تدفع نمشيك، ما تدفع ما نمشيك، قد يظلم، قد يضرب، قد يهان، قد يذل، قد 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 يمنع من حقه إلا أن يدفع. فإذا دفع هنا لا يعتبر رشوة، لكن الذي أخذ يعتبر أخذ المال بالباطل، يعتبر أخذ المال بالباطل، لكن هذا لا يعتبر دفع رشوة. لكن اللي يدفع هو راشي وذاك مرتشي، هذا هنا لعن الله الرائش والمرتش والمرتشي هنا نعم. لكن إذا كان ليأخذ حقا له هذه لا تعتبر رشوة. نعم.